up guys, welcome back. حلقة النهاردة هي بقى الحلقة اللي احنا ايه راجعين بيها، انت فاهمين؟ انتوا بغض النظر عن كل حاجة ومش مش هنتكلم كتير، انتوا عارفين ان انا عارفين ليه كنتش موجود، ولكن بغض النظر كتير قوي من الناس دايما بيدوروا على السمارت لايف، الحياة الذكية اللي الناس تبقى مرتاحة فيها. من اكتر حاجات اللي تريح الناس عامة في حياتها ترتاح وانت بتستخدمها الحاجات دي، او من اكتر حاجات اللي المفروض انك تعملها ابجريد في حياتك مع مرور الوقت، دايما الحاجه دي تبقى موجوده عندك، هي السمارت تي في. كلنا عارفين السمارت تي في، اعتقد الناس ما بتعرفش يعني سمارت تي في، عشان في ناس فعلا ما كانتش تعرف. بغض النظر، سمارت تي في ده هو تلفزيون ذكي بيبقى فيه انترنت، بيبقى فيه يوتيوب مثلا، بيبقى فيه متصفح تقدر انك تجيب عليه اي حاجه اكنك عندك كمبيوتر بالظبط، بس بشكل اصغر شويه. بعض الحقائق اللي عايزين نقولها بس للناس اللي عايز تفهم يعني سمارت تي في، سمارت تي في ما فيهوش ذاكره داخليه او ما فيهوش هارد. السمارت تي في بقى فيه بالظبط 500 ميجا او جيجا، الجيجا دي بتقدر تحمل عليها يوتيوب او كام ابلكيشن، حاجات بسيطه جدا على الابس اللي موجوده في السمارت تي في ده، ولكن مش حاجه او يتركب فيها هارد او حاجه يبقى هارد عليها تقدر تحمل عليها افلام مثلا من على النت او حاجه. فدي معلومه انا كنت فاكرها موجوده، لكن للاسف هي مش موجوده في السمارت تي في. يلا بقى نبدا مراجعتنا للتي في اللي عندنا، ونبدا مراجعتنا وانت امتى تشتري سمارت تي في، وليه اصلا تشتري سمارت تي في، انت محتاجه في ايه. السمارت تي في مريح جدا للبني ادم، الانسان مريح جدا. لو انت حاب مثلا عندك تلفزيون عادي وعايز تجيب سمارت، ليه اصلا تجيب السمارت ده؟ تجيبه عشان بدل ما انت مثلا توصل اللابتوب بتاعك في الكمبيوتر بواسطه اتش دي ام اي، شبه الوصله مش هنا دلوقتي ولكن يعني هتلاقوها هنا ولا هنا، بغض النظر الوصله دي هي وصله عباره انك بتوصل اللابتوب بتاعك بالتي في او الشاشه بتاعتك. دي حاجة حلوة جدا وحاجة ممتازة جدا، وتوفر عليك موضوع انك تدفع فلوس في السمارت تي في، لان يبقى عندك اللابتوب بتاعك على الشاشة بتاعتك بريزولوشن الكامل جدا. يعني لو التي في بتاعك 4K فانت ممكن تتفرج، حتى لو مش سمارت ممكن تتفرج على الحاجات 4K وعلى الالعاب 4K وكل الكلام ده عن طريق انك توصل للشاشة بتاعتك بالتلفزيون اللي مش سمارت، تمام؟ عن طريق الوصله اللي هي HDMI، تمام؟ فدي حاجه متوفر عليك انك ما تجيبش سمارت تي في. ولكن بغض النظر، انت لازم تجيب سمارت تي في عشان اليوتيوب يا جماعه، بجد اليوتيوب من اهم المميزات الموجوده في السمارت تي في، انك بدل ما انت كل شويه بقى تجيب حاجه على عايز تشوف كليب مثلا مهم على اليوتيوب، ف ايه بدل ما تعمل كل ده بالريموت بتاعك او بالموبايل، ممكن انك توصل الموبايل بتاعك بالسمارت تي في وتجيب اليوتيوب من الموبايل على السمارت تي في. موضوع جميل جدا، تمام؟ ومن احسن السمارتات اللي انا جربتها وعن تجربه كبيره جدا، احسن سمارت تي في انا جربته في حياتي عامه هي شركه ال جي. احسن شركه، مش احسن سمارت، احسن شركه تلفزيونات سمارت هي شركه ال جي، بغض النظر عن كل الشركات اللي موجوده عندك. يعني من الكبار قوي في السمارت تي في عندك سامسونج من اكبر الشركات الموجوده في السمارت تي في، ولكن ال جي من احسن الشركات اللي انت ممكن تشوفها في السمارت تي في. عن تجربه بصراحه، عن تجربه لاكثر من شاشه، مش شاشه واحده بس، انا جربت ال 43 49 55 وكلهم، هي ال جي اقوى شركه في السمارت تي في. ده مش اعلان لشركه ال جي او اي حاجه، لا، بغض النظر عن كل ده، هي شركه ال جي بصراحه بتعمل سمارت تي في محترم بسعر كويس. بس اما انت لو بصيت على سمارت تي في السامسونج غاليه جدا، وبغض النظر ان هي غاليه فهي فعلا مش احسن من ال جي. عن تجربه انا شفت فعلا يعني ناس فعلا مجربين الموضوع ده، موضوع سامسونج وال جي في السمارت تي في، فال جي بتكسب بمراحل، تمام؟ الشاشه اللي عندها النهارده ثمنها تقريبا في السوق دلوقتي 7000 جنيه، وده يعتبر رقم مش كبير خالص على المميزات اللي موجوده في الشاشه دي. دي الشاشه اللي معانا النهارده اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، فالشاشه دي تعتبر من احسن الشاشات ال 43 اللي انا جربتها في حياتي في السمارت، احسن من الشاشه المنافسه ليها في سامسونج، احسن من الشاشه المنافسه ليها في توشيبا، تورنيدو، اي شركه من الشركات دي. يعني انصحك بقلب جامد جيب ال جي، بليز هات ال جي، ما تجيبش اي شاشه من الشاشات الثانيه، ما تجيبش اي شاشه من شركه تانية، لان عن تجربه الشركات الثانيه فعلا شاشاتها مش حلوه، السوفت وير من الداخل والشغل من الداخل شاشات بطيئه، تمام؟ هي دي الفكره، بطيئه جدا، ممله جدا، ما فيهاش اي حاجه جديده، ما فيهاش اي حاجه احسن من ال جي اللي هي اصلا اوريدي ارخص. فانا عايزك تفهم اول نقطه دي وانت بتشتري سمارت تي في بتاعك، فخد بالك قوي انك لازم، مش لازم طبعا تجيب ال جي، مش اقصد كده، ولكن اقصد خد بالك من المواصفات الداخليه.
هتلاقيها مش مكتوب اي حاجه على الشاشه، على علبه الشاشه مش بيبقى مكتوب اي حاجه. لو الشاشه 4K بيبقى مكتوب 4K، ولكن غير كده مش هيبقى مكتوب اي حاجه، بيبقى مكتوب بالظبط اسم الشاشه وخلاص، او حتى مش اسم الشاشه، مش موديلها، مكتوب بس شويه كلام كده وخلاص. يعني كان نفسي فعلا يكتبوا مثلا موديل الشاشه بالظبط، لو انا عايز مثلا اقول لك الشاشه بتاعتي موديلها كذا فتقدر تروح تشتريها بالظبط. فازاي نجيب الحاجه دي؟ لو عرفت اجيب الموديل عامه هتلاقيه قدامك هنا ولا هنا. لو لقيت لك رابط لشراء الشاشه دي في الوصف هحطه لك. فبغض النظر عن كل ده، فاتفقنا اللي جي دلوقتي هي تعتبر بصراحه في المواصفات في السعر المتناول للجميع، فال جي هي احسن شركه بتعمل سمارت تي في. لو جينا نبص على تجربتي انا الشخصيه مع السمارت تي في اللي عندي، فبصراحه هو ممتاز جدا. تعليق في فعلا، مش هقول لك مفيش تعليق، هو في اكتر من 3000 قناه، فبالتالي لما بتيجي تفتح الليست بتاعت التشانلز زي ما انت شايف قدامك كده بتلاقي فيه تهنيج بسيط، مش هيبقى حاجه شيت. مش وقته مش هيبقى حاجه واو، تمام؟ يعني تهنيج بطيء سنه صغيره، لانهم 3000 قناه، في 3000 قناه ده فعلا رقم كبير. شويه تهنيج بسيط وانت بتفتح المتصفح او في المتصفح نفسه بيبقى بسيط جدا، مش ملحوظ خالص ومش هيضايقك. تهنيج خفيف جدا في اليوتيوب برضو، ولكن انت كل ده في مقابل 7000 جنيه، فده رقم قليل جدا، تمام؟ قدامك كل حاجه، تمام؟ في ناس برضو معتقده ان السمارت تي في ده بيبقى فيه العاب وممكن نلعب ومش عارف ايه. لا، الموضوع مش كده، الموضوع انك بتبقى بس مريحة ليك لو انت مثلا عايز تجيب فيلم، مثلا عايز تفتح يوتيوب براحتك، مش عارف ايه كده، تمام؟ ده غير طبعا الشاشة شكلها انيق جدا، شكلها محترم جدا عن الشاشات اللي بحواف، مثلا الشاشة دي شاشة كبيرة بحواف شوية، دي كانت الشاشة القديمة فانا خدتها في اوضتي، فحلو جدا الموضوع ده، هنحط عليها الكمبيوتر لما اجيبه ان شاء الله. فبغض النظر يعني، فالشاشات محترمة، حواف صغيرة، مش عارف ايه، عندك حاجات حلوة. ما بقولش طبعا ان ال جي هي احسن شركه في العالم في الشاشات، لا، سامسونج طبعا بتعمل شاشات محترمه جدا، نفس كلام شيبا، نفس كلام شاومي بتعمل شاشات محترمه، ولكن بغض النظر انا بتكلم على الشاشات اللي في متناول الجميع. فشاشات ال جي هي في متناول الجميع فعلا، تمام؟ بتعمل شاشات حلوه فعلا، يعني مش هتندم لو اشتريت شاشه من ال جي مهما كانت سعرها بقى، تمام؟ يعني انت مثلا عندك الشاشه ال 43 دي ب 7000 جنيه، عندك ال 49 تقريبا هتعلى 2000 جنيه او 3000 جنيه، يعني ب 10000 جنيه في الحدود دي، تمام؟ حتى ماتريكس كان عامل مراجعة عن شاشة 49 من ال جي، تمام؟ فانت ممكن تشوف الفيديو ده برضو عن الشاشة دي. فانا تجربتي مع الشاشة دي بصراحة كانت ممتازة جدا، زي ما قلت لك فيها بس شوية تعليق بسيط، وطبعا ما بقاش مكتوب مواصفات داخلية للشاشة، ولكن بتبقى حلوة عن تجربة شخصية، بتبقى حلوة. انا تجربتي الشخصيه مع الشاشه دي كويسه. نفس الكلام ماتريكس قاله على الشاشه 49، قال لك تجربتي معاها كانت كويسه على السعر، يعني اللي هي فيها على الفئه السعريه ال 10000 جنيه، انك تجيب شاشه 49 سمارت 4K كل الكلام ده، لا، ده رقم قليل. 10000 جنيه ده رقم قليل، لو رحنا مثلا لسامسونج هتروح لفئه ال 15000 جنيه عشان تجيب شاشه 49 من سامسونج. نفس الكلام هتروح لتوشيبا في فئه ال 12000 13000، لكن ب 10000 جنيه من ال جي تقدر تجيب شاشه حلوه جدا فيها كل المميزات اللي موجوده في سامسونج موجوده في توشيبا، و 10000 جنيه بس. فده ديل محترم، ده ديل كويس. لو جيت بقى عايز تعرف طريقه تركيب الشاشه ده على الحيطه، لان ناس كتير قوي بتقف في الموضوع ده ومش عارف ازاي، فالموضوع بسيط جدا، يعني تعالى كده نشوفه مع بعض. زي ما انتم شايفين كده الموضوع بسيط جدا، مش عارف انتوا هتبقوا سامعيني كويس ولا لا، بس هو المايك مش على 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 وشي بالظبط، لكن بغض النظر هي دي الحامل بتاع الشاشه. ده الموضوع بسيط جدا، يعني هو عباره عن بس اربع مسامير كده بيبقوا موجودين مع الحامل ده. الحامل ده انت تقريبا ممكن ما يكونش بيجي مع الشاشه، فانت بتضطر تشتريه. بتقول له مثلا الشاشه بتاعتك 43، فانت بتقول له انا عايز حامل لشاشه 43، هيديك حامل مثلا من يقول لك ده من شاشه 36 او مش عارف كام لحد 49، فانت الحامل بيبقى بالطريقه دي، تمام؟ اربع مسامير هتركبهم بالطريقه دي كده في الحيطه زي ما انت شايف كده، ونفس الطريقه في الشاشه، بس مش عارف هجيبها لكم ازاي دي. استنى انا نازل تمام، زي ما انتم شايفين كده، مش عارف يا رب تكونوا شايفين كويس. فهي دي اربع مسامير بيبقوا متركبين ورا كده في الشاشه بالطريقه دي، تقدر انك تثبتهم بقى براحتك عن طريق البتاع ده، بتثبت براحتك بقى الشاشه بالطريقه اللي انت عايزها،
تمام يعني بالعلو والارتفاع اللي انت عايزه بتروح متركبه كده او بس تجيبها لك تمام. وبعد كده بتركبها يعني الحافه اللي انت شايفينها قدامك دي بتتركب في مكانها بس. انا ركبتها صح بجد مش حاسس. زي ما انتم شايفين كده بالظبط. فالموضوع بسيط جدا يعني في حوار الشاشه. انا حاسس انها هتقع دلوقتي بغض النظر يعني. الموضوع بسيط جدا في تركيب الشاشه وكل الشاشات زي بعض. الحقيقه انا حاسس ان الشاشه دي دلوقتي هتقع بس بغض النظر يعني هي دي طريقه تركيبها طريقه التعامل مع الشاشات عامه. كل الشاشات زي بعض فاعتقد كده انا فهمتك الدنيا كلها من الاول للاخر. بس كده يا ريت تكون اللي انا قلته ده فادك النهارده وعرفك انك ازاي تعرف تجيب السمارت تي في ليك انت بفلوسك انت بطريقتك انت. فانا شايف بصراحه يعني حاجه خاصه بيا انا ان ال جي زي ما قلت لك بتعمل شاشات حلوه في متناول الجميع. فهو ده اللي مخليها يعني ال جي زي شاومي في الموبايلات كده تمام. فبتعمل فعلا شاشات محترمه تستاهل انك فعلا تشتريها. بس كده شكرا جدا ليك على مشاهده الفيديو ده للاخر. يا ريت لو شايفه مفيد انك تعمل شير للفيديو. في الشير ده هيساعد جدا وهيوصل الفيديو لناس ثانيه وناس كتير تستفيد قوي من حته الشاشه دي لان ناس كتير مش فاهمه موضوع قد ايه السمارت في فعلا مميز ومهم جدا. فيا ريت لو ما عندكش سمارت في الفيديو ده يخليك تجيب سمارت في. بس كده شكرا جدا ليك على مشاهده الفيديو ده للاخر. ما تنساش تعمل له لايك للفيديو ووصل الفيديو 500 لايك عشان نعمل حلقات ثانيه عن الموضوع ده. ويا ريت تعمل سبسكرايب للقناه كنت عمرك تشوف لي. وبس كده شكرا جدا ليك على مشاهده الفيديو ده للاخر واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.